هذا يعني اقول لك امل واقول لك غير اسم. ليش يعني تقول لي غير اسم مثلا؟ اسمك الحقيقي. لا ليش تقول يعني؟ ومن يقول اكو حد يعرفه يعني؟ لا ما حد ما يعرفه. انا اعرفه. وليش تعرفه يعني؟ ادري بك تعرفه. ساري وين رحت ساري؟ ماكو حد ينقذك هسه. اسمك الحقيقي هيك اسم يدل على الفرح او مجموعه افراح. ساري ليش عفتني بوحدي ساري؟ كاظم الساهر ايش قال لك من اشرف على وحده من اغانيك؟ انت منين جبت هاي المعلومات؟ كل شيء اعرف. بس هاي ما تعرفها. قال لك ضعفي. كنت سمينه. اي كنت دبدوبه. ايش قال لك؟ لزمني منها من ايدي وقام يحكي علي. هو اول ما شاف يعني هو اشراف يعني اشراف عام على اغنيه ام الولد. فقال لي اموله يعني ما يصير انت تصورين بهيك موضوع وانت سمينه والكاميرا السم من 4 كيلوات. فلازم تقعدين يعني ما تقومين. فاجلي التصوير يعني فد شهر شهر ونص ادخلي نادي رياضه زين وبعدين صوري. فاني همينه يعني تعرف استاذ كاظم الساهر يعني ما حد يرفض له طلب. ونوجه له التحيه يعني هذا مدرسه فنيه للعراق العظيم. يعني بين قوسين قال لك قلل الثريد شويه. ها؟ بين قوسين قال لك قلل الثريد. انت منين تجيب هاي المعلومات؟